في غضون 10 أيام تم تهيئة مخبر لاستقبال عينات للكشف عن فيروس كوفيد-19 بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، وذلك بعد اقتناء كل التجهيزات الضرورية. المخبر تاعنا هو غادي يجي باش يخفف الضغط على الطبيب والطاقم الصحة اللي متكلف بالوباء. حنا المهمة تاعنا نسهلوا عليهم باش نعطيهم النتائج في أسرع، باش تكون اتخاذ قرار بسرعة. كمرحلة أولى بإمكان المخبر إجراء 16 كشفا يوميا عبر فريق متخصص يتكون من 3 أطباء و3 بيولوجيين، ليتم لاحقا رفع القدرة الإجمالية للتحاليل إلى 100 فحص يوميا. هذا المخبر كما راكم تشوفوا تتوفر فيه كل الشروط اللي كانت اكزيجي باغ لو كاي تشارج تاع لاستيتيو باستر، سيتادير لازم يكون المخبر من نيفو 2 حتى نقدروا نتعاملوا مع هذا الفيروس كوفيد-19. في انتظار اعتماد وزارة الصحة ومعهد باستر، يستعد المخبر لاستقبال أولى العينات لتساهم هذه العملية في رفع عدد الفحوصات اليومية وتسرع عملية التكفل بالمصابين.